ايضا ينضم الينا عبر الهاتف استاذ علي حسن رئيس تحرير وكاله انباء الشرق الاوسط. استاذ علي اهلا بك معنا على اكسترا نيوز. اهلا وسهلا يا فندم. تصريحات خاصه لاحمد حافظ المتحدث باسم وزاره الخارجيه حول رفض مصر التدخلات التركيه السياسيه والعسكريه في الشان العربي، وان بعض التصريحات التركيه تشير الى انه هناك افتقار لاي سند شرعي بل انتهاك لقرارات مجلس الامن، طبعا بالحديث عن التدخلات التركية في العراق سوريا وليبيا. نقاط الحقيقة عديدة تحدث عنها أحمد حافظ فيما يتعلق بالتدخل التركي في المنطقة العربية وأيضا ليبيا، وتحديث الجانب التركي عن عدم شرعية التدخل المصري، هذا إلى جانب طبعا الأوضاع في الداخل التركي. دعني أبدأ مع حضرتك فيما يتعلق بالتدخل المصري وربما التفويض الذي حدث مرتين، مرة من الجهة المنتخبة الوحيدة في الداخل الليبي وهو البرلمان في تبرق، ومن القبائل والمشايخ في ليبيا، وطبعا احنا عارفين في تركيبة جغرافية مختلفة للداخل الليبي. كيف تعلق على هذه التصريحات أيضا وعلى الآراء من داخل تركيا التي تشير إلى أين هي أو من أين جاءت مصر بالشرعية؟ أولا شرعية مصر بهذا الشأن في أنها تتدخل عسكريا في ليبيا في الوقت الذي تراه مناسبا تأتي في إطار عدة أمور. أولا إرادة الشعب الليبي الذي يتعرض لمخاطر الاعتداء والإرهاب وسرقة ثرواته من جانب تركيا الغازية التي تأتي بالعناصر الإرهابية والميليشيات المسلحة لتقوم بإشعال النيران وتأجيج الفتن والنيران بين أبناء الشعب الليبي، والتدخل التركي المرفوض مصريا وعربيا ودوليا وليبيا، لأنه ليس هناك أي شرعية لتركيا لهذا التدخل الذي يخالف أحكام الشرعية الدولية، يخالف ميثاق الأمم المتحدة، يخالف سائر المواثيق الدولية، يخالف أحكام القانون الدولي. أما عن مصر فهذا أمر آخر، لأن البرلمان الليبي الذي يعبر عن إرادة الشعب الليبي هو الذي أعلن تأييده لإعلان القاهرة، أكد أيضا على أن لمصر حق التدخل العسكري في ليبيا في الوقت الذي تراه مناسبا من أجل حماية أمنها القومي الذي يتهدد من وجود هذه الميليشيات الإرهابية ومحاولة اقترابها، وفي ذات الوقت أيضا لحماية ليبيا التي تمثل امتدادا استراتيجيا لمصر من الإرهاب التركي وإرهاب الميليشيات المسلحة. خليني أسأل حضرتك أستاذ علي، في بداية حديثك ذكرت أنه مصر تدخل في الوقت التي تراه مناسب، هل هنا ما فهمناه من تصريحات الرئيس أنه في حالة اختراق الخطوط الحمراء التي قد رسمتها الدولة المصرية وهي سرت والجفرة حينها تحين ساعة الصفر، أم بالفعل قد حانت منذ التفويض من البرلمان الليبي والمشايخ وأعيان القبائل الليبية؟ بالفعل مصر لديها تفويض من القبائل التي تعبر عن سائر أنحاء ليبيا، أو يعني معظم القنابل القبائل ما لم تكن القبائل في مجملها، وأيضا البرلمان الليبي الذي أكد حق مصر بهذا الشأن. لكن مسألة التوقيت هو أمر تقدره القيادة السياسية المصرية بهذا الشأن في الوقت الذي تراه مناسبا وحينما تستشعر أن هناك ضرورة لكي تتدخل عسكريا أو أم لا، هذا أمر تقدره القيادة السياسية المصرية. تغيير المعادلة على الأرض، هل تغير المعادلة السياسية؟ يعني دائما في مثل ما يحدث الآن في ليبيا يشار إلى أن من هو أقوى على الأرض أقوى على طاولة الحوار، ولكن من الواضح أنه لا يوجد إرادة في الداخل الليبي لطاولة حوار أو لحوار سياسي. هل بتغيير المعادلة على الأرض في حالة حدوث السيناريو العسكري بدخول الجانب المصري، كيف تتغير المعادلة السياسية في ليبيا؟ لا، هو طبعا بداية مصر حريصة منذ البداية على ضرورة إيجاد حل سياسي لهذه الأزمة، لكن تدخل مصر يأتي في إذا ما اقترت الضرورة ذلك لمواجهة خطر هذه الميليشيات على الأمن القومي المصري وعلى أمن وسلامة المنطقة، وكما نعلم أن الأمن القومي المصري خط أحمر
وعلى الجميع أن يعلم أيضا أن مصر، كل مصر تؤيد القيادة السياسية المصرية في اتخاذ ما تراه مناسبا من أجل الحفاظ على أمن وسلامة واستقرار مصر وعلى الأمن القومي المصري، واتخاذ كل ما تراه مناسبا بهذا الشأن. ثقتنا مطلقة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشعب المصري يثق ثقة مطلقة أيضا في قواته المسلحة وفي اتخاذ هذا القرار الصائب الذي يحافظ على أمن وسلامة واستقرار مصر في الوقت الذي تراه القيادة السياسية مناسبا بهذا الشأن، فهي صاحبة حق تقدير الموقف. بشكرك شكرا جزيلا أستاذ علي حسن، رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط.